وده شكل طبقنا النهاردة. هقول لكم المقادير دلوقتي. ده احنا عملنا النهاردة لحمة بالبسلة والجزر والبطاطس، ممكن نضيف كوسة، ممكن نضيف فاصوليا خضراء، اي خضار عندكم انتوا بتحبوه. بس النهاردة احنا عملناها من غير صلصة، يعني عملناها بصوص بني كده، الصوص بتاع اللحمة. وطبعا احنا مش بنحط الخضار غير لما اللحمة بتستوي. هوريكم كده شكل الطبق وهو لوحده من غير جنبي اي حاجة. شايفين الصوص بتاعه عامل ازاي؟ ده اللي انا قصدي عليه، ما بحطش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. لما هتعرفوا المقادير دلوقتي هتعرفوا الطريقه. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تاني في برنامج بلدي وفينو. ان شاء الله النهارده هنعمل بسله، بس مش بالطماطم، هنعمل بسله بالصوص البني اللي هو بتاع اللحمه، وجنبيه طبعا رز، ورز بشعريه او رز ابيض زي ما انتم عايزين. انا دلوقتي بس هقول المقادير بتاعه اللحمه. نص كيلو لحمه، عندنا بطاطسايه وكوبايه جزر على بسله، عندنا بصل مبشور وفي ثوم، يعني في حدود بصلتين وثلاث فصوص ثوم، طبعا كوبايه رز ونص كوبايه شعريه. التوابل بتاعتنا بقى اللي هي اللي هتخلي الطعم حلو جدا، اهم حاجه فيها الريحان. انا هنا حطيت ماجي، كمون، ملح، فلفل، ثوم بودره، بصل بودره، جنزبيل، ورق لورا، وطبعا وحدتين حبهين عشان اللحمه. دلوقتي انا حاطه على البوتاجاز حله، عشان انا في الاول مش بحط سمنه او زيت وانا بقلب اللحمه فيها ولا ميه، انا بدي صدمه بس للاول للحمه في الحله. هوريكم ازاي دلوقتي. زي ما انتم سامعين كده انا بحطها ومش بقلب دلوقتي خالص. بس دلوقتي هي لزقت في الحله، انا هبتدي اقلب واحده واحده وافضل اقلب لحد ما اللون اللحمه يتغير كلها، وبعدين انزل عليها كوبايتين ميه سخنه، ومش هحط ميه كتير. انا كل ما الميه هتنقص معايا هبص على اللحمه، لقيتها استوت تمام، لقيتها ما استوتش هنزل عليها نص كوبايه او كوبايه ميه تاني، بس اهم حاجه تكون ميه سخنه مش ميه من الحنفيه. شايفين هي نص شكلها اتغير اهو، زي ما انتم شايفين كده اللون كله اتغير. هنزل عليها بكوبايتين ميه سخنه زي ما قلت لكم، وربع ساعه واجي هبص عليها لقيت الميه نقصت وهي لسه ما استوتش، هزود تاني كل شويه حبه ميه بس مش كتير، يعني اهم حاجه انها تغطي بس الحله عشان ما تبقاش هي استوت والميه كتير مش هينفع اشيلها من الحله. هنغطي عليها دلوقتي. هنحط الشعريه، هنعمل الرز على ما اللحمه تستوي. حطيت معلقتين سمنه صغيرين ومعلقتين زيت برضه عشان الرز ما يلزقش مننا تحت. هنا عندنا الرز مغسول ومتصفي، هنقلبه بس كده ياخد تشميعه السمنه والزيت عشان ما يلزقش مننا في الحله. وبعد كده هنحط له كوبايتين ميه، او زي ما قلت لكم قبل كده على الرز ان هو بيتغطى بس، بس اهم حاجه المايه برضو تكون دافيه او سخنه مش مايه من الحنفيه. يا دوبك بس يتغطى كده. انا هنا بس هحط شويه ملح وشويه فلفل اسود او شويه ماجي وهغطي عليه، وبعد كده لما يغلي اوطي، وبعدها بخمس ست دقايق اقلب وخلاص كده هيكون ان شاء الله استوى. بيخد اكتر من 10 دقايق الرز، بس برضو ندوقه الاول، اهم حاجه ما نقلبوش كتير زي ما قلت لكم قبل كده. دلوقتي بس هنزل عليها البصل والثوم. اول بس ما يدبل البصل والثوم، لانها خلاص كده بقت ثلاث ارباع سوا، هروح منزله التوابل. نقلبها بس تقليبه كويسه عشان البصل ينزل تحت عشان يستوي. اول ما تبدا تغلي تاني هنحط التوابل. انا دلوقتي هي غليت معايا، هحط بقى كل التوابل. بص التوابل هو الريحان اصلا اصل الطبخه دي، بيدي ريحه للحمه تحفه جدا. بصوا يا جماعه انا مش حاطه ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لما باجي اعمل كباب حله، لحمه محمره، الحاجات دي كلها ما بحطش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، هي بتنزل السمنه بتاعتها لان انا بعملها بلحمه فيها كده شويه ملبس كده شويه دهن.
اول ما تبدا برضو الميه تنقص، ولو انا حسيتها لسه يعني ما استوتش قوي، لان في ناس بتحب اللحمه مستويه قوي، هنزود برضو نص كوبايه ميه سخنه. بس هي خلاص اول ما دي تتشرب هتبقى كده ان شاء الله استوت، وهنقدمها مع الرز بشعريه. دلوقتي هي استوت معانا، هننزل كوبايه البسله والجزر. مش هنحط البطاطس دلوقتي عشان البطاطس بتستوي بسرعه. عايزه اقول لكم الريحه فعلا تجنن، شايفين؟ ولا حاطه سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، وهي نزلت كل السمنه بتاعتها. هي بس يا دوبك تغلي واروح حاطه البطاطس بتاعتنا، عشان البطاطس ما تاخدش اكتر من 5 دقائق عشان تستوي. ننزل بقى البطاطس. يا دوبك بالظبط 5 دقائق 10 دقائق على حسب ما البطاطسية تستوي وتدفع على طول، وبألف هنا وشف. عملنا بسله ورز بالشعريه، بس البسله عملناها بالصوص اللي هو البني مش بالصلصه خالص او بالطماطم. بس طبق بجد حلو جدا هيعجبكم، خصوصا ان احنا حاطين عليه ريحان. بصوا هوريكم بس شكل الطبق لوحده لو من غير رز. ده اللي انا كنت قصدي عليه، اللي هو الصوص البني، مش عايزه اللي هو اللي مش عايزه صلصه. شايفين عامله ازاي؟ وحطيت عليها بسله وبطاطس. عايزين تحطوا كوسه، عايزين تحطوا اي حاجه خالص، بس دي بتبقى بعد ما اللحمه تستوي. وبالف هنا وشفا.